بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عالم الصحافة، والتي نستعرض فيها أهم وأبرز ما حفلت به الصحافة الرياضية المحلية لهذا اليوم. ويمكنكم التواصل معنا من خلال حساب البرنامج عالم الصحافة ومن خلال هاشتاغ البرنامج الظاهر على الشاشة الآن. الآن إلى العناوين. في صحيفة الرياض، على غرار ما تم إنجازه في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، خادم الحرمين يأمر بإنشاء 11 استادا رياضيا في عدد مناطق المملكة. وفي صحيفة الرياضية، حبيب الشعب عبد الله عطى الشعب حفظه الله. وفي صحيفة الوطن، 11 جوهرة جديدة تضيء أرجاء الوطن. وفي صحيفة الشرق، 11 مليونا يستفيدون من الملاعب الجديدة. وفي صحيفة الجزيرة، شكر الملك على مكرمته الأمير نواف بن فيصل، المكرمة أتت من قائد كريم لشعب يستحق، وتلك المنشآت جاءت شاملة مناطق المملكة كافة. وفي صحيفة جول أونلاين، النصر يحتج على لجنة المسابقات بشأن أيام مباريات الدوري في جميل. وفي صحيفة المدينة، تدريب وفحوصات طبية وعمل ساخن في العميد، جماهير الاتحاد تستقبل الأسطورة بزفة بطولية. وفي صحيفة الشرق، اللاعب سعيد بالاستقبال الكبير ويشكر الهلاليين على الثقة. بنتيلي يصل الرياض وسط حفاوة جماهيرية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، وشكرا لك يا خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته لهذا الوطن من أجل رفعته ورقيه. شكرا، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام. الحين افتتح المدينه الرياضيه وابنائي، واقول لهم انكم تستحقون اكثر واكثر، لانكم اولاد أجدادكم الأوائل اللي عمروا هذه البلد إلى هذه الوقت. شكرا لكم حبابي أحبابي وإخواني. يأكد من جديد إنه على عناقنا يا
عقد الفريش يا عدل يا ابو متكبيري نيابة عن كل الشباب نشكرك يا راعي الشباب امرت والامر انتهى. شكرا لك يا خادم الحرمين الشريفين على هذه المكرمة التي قدمتها بإنشاء 11 استادا رياضيا في عدد من مناطق المملكة. وللحديث عن هذه المكرمة في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة من الرياض الزميل الإعلامي محمد الذايدي. مساك الله بالخير أخوي محمد. مساك الله بالخير أخوي خالد، أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين وإن شاء الله نقضي وقت ممتع و بارك للشعب السعودي عامة وشباب الرياض على وجه الخصوص هذه المكرمة الغير مستغربة صراحة من خادم الحرمين الشريفين. احنا ما زلنا نعيش أصداء وأفراح افتتاح ملعب الملك عبدالله بجدة الجوهرة، وما زلنا نعيش أفراحها وأصداءها، وخادم الحرمين الشريفين تلمس يعني من خلال افتتاح الاستاد. انت لو شفت التفاعل كيف صاير في الاستاد، فالملك الله يحفظه ويطول في عمره يعني تلمس احتياجات الشباب الرياضي وشعر بفرحتهم في هذا الاستاد، وحب ان هذه الفرحه تعم ارجاء مناطق المملكه كلها. الحمد لله يعني خادم الحرمين الشريفين يعني الشعب السعودي في جميع مناطق المملكه يعيش في قلبه ويتلمس احتياجاتهم. بادلهم الحب الله يحفظه ويطول في عمره ويخليه لنا ذخر وتاج على رؤوسنا ويخليه ذخر للأمة العربية والأمة الإسلامية. يعني الملك عبد الله يعني لو بنجلس بنتكلم مو على المكرمة هذه عن يعني حاجات كثيرة ما أخذتنا الحلقة، لكن إن شاء الله من أثناء تسلسل الحلقة لنا حديث كثير في هذه المكرمة الغالية على الشعب السعودي واللي محتاجته فعلا الرياضة السعودية إن شاء الله. أخوي محمد الترحيب يتواصل في الطرف الآخر من عروس البحر الأحمر من استديوهاتنا هناك في جدة الزميل جابر العميري الإعلامي الرياضي. مساء الخير أخي جابر. مساء النور أخوي خالد وعلى السادة المشاهدين الكرام وعلى الزميل محمد ذايدي. إذن بعد الترحيب بالضيوف الكرام مشاهدينا الكرام نتوقف مع أولى عناوين هذه الحلقة وهو في صحيفة الرياضة. على غرار ما تم إنجازه في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، خادم الحرمين الشريفين يأمر بإنشاء 11 استادا رياضيا في عدد من مناطق المملكة. امتدادا لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في دعم الرياضة والشباب والذين يحظون بمكانة في نفسه الكريمة، فقد أمر يرعاه الله بإنشاء 11 استادا رياضيا على أعلى المواصفات والمعايير العالمية على غرار ما تم إنجازه ولله الحمد في مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة، ويتسع كل منهما ل 45 ألف متفرد وذلك في كل من المدينة المنورة والقصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير ومنطقة تبوك ومنطقة حائل ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة جازان ومنطقة نجران ومنطقة الباحة ومنطقة الجوف. ويأتي هذا الدعم استمرارا لحرص خادم الحرمين الشريفين يرعاه الله على أبنائه المواطنين في كل أمر يعود بالفائدة عليهم وإعطاء كل منطقة حقها من التنمية في كافة المجالات. فسوف يبدأ العمل إن شاء الله تعالى في هذا المشروع الكبير فورا على أن ينتهي في أقرب مدة ممكنة والله ولي التوفيق. طبعا البداية مشاهدي الكرام سوف تكون مع الزميل جابر العميري في جدة للحديث عن هذه المكرمة الملكية. زميل جابر كيف ترى هذه المكرمة الملكية والتي إن شاء الله تعالى تعم أو تعم بنفعها على جميع المناطق التي ذكرت في هذا الخبر؟ بكل تأكيد أخوي خالد كرم من كريم ملك الإنسانية الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الذي ما زال يدعم الشباب والرياضة في هذه البلد. للأمانة بالأمس الجميع كان سعيد بهذا الخبر بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين.
ومكرمته 11 مدينة رياضية بجميع المناطق. هذا يجعل البنية التحتية في المستقبل للرياضة السعودية جيدة. وطبعا ليس بغريب على خادم الحرمين الشريفين بدعم الرياضة والشباب. بكل أمانة يعني احنا محتاجين، او الرياضة السعودية محتاجة لملاعب مثل الجوهرة المشعة في مدينة جدة، وكما شاهدنا الجمالية التي ظهرت بها والتصميم الرائع الذي يعد من أفضل الملاعب على المستوى الشرق الأوسط وإذا ما كان على مستوى العالم. احنا طبعا سعيدين بهذه المكرمة، الرياضيين جميعهم محظوظين بدعم خادم الحرمين الشريفين في بهذه المكرمة. إذن ينضم معنا من المنطقة الشرقية وعلى الهاتف الأستاذ فيصل عبد الهادي، مدير المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بالمنطقة الشرقية. مساء الخير أستاذ فيصل. أهلا، مسي عليكم ومسي على جميع المشاهدين. أستاذ فيصل، كيف ترون هذه المكرمة؟ والله أراها بعين المواطن، بعين الشاب، بعين الفتاة، بعين هذا المجتمع، برضاء تام بهذا القرار اللي صدر من سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وسدد خطاه. هي استمرار وتأكيد لما يعني يقدمه هذا الملك العظيم الكريم لشعبه الوفي من خلال أيضا الفئة الأكبر والشريحة الأكبر في هذا المجتمع اللي هي فئة وشريحة الشباب. إذا كنا نتحدث عن أن هناك 11 أستادا رياضيا سوف تنشأ وجميعها في وقت واحد وفي أسرع وقت ممكن سوف يكون الإنجاز على أعلى المواصفات والمعايير، كيف تعلق على هذه الجملة من المنشآت؟ أخوي خالد، القرار ليس بمستغرب، القرار هو امتداد لحرص خادم الحرمين الشريفين لهذه الفئة من المجتمع، هذا أولا. الأمر الآخر، القرار ليس قرارا رياضيا بل هو قرارا شبابيا بالمقام الأول ورياضيا. يعني احنا لما نتكلم عن 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 استاذ رياضي فيه ملعب كرة قدم ويضم ايضا منشآت شبابية، وهذا ما يزيد من مسؤوليات الحقيقة كافة القطاعات اللي تهتم وترعى للشباب، واللي من ضمنها او من اولويات الرئاسة العامة لرعاية الشباب. المفترض والمطلوب من كافة الجهات أن تضع خططها وبرامجها متواكبة مع هذه الرؤية الملكية وهذا القرار الملكي من الآن، لأن احنا لن ننتظر إلى أن تنتهي المنشآت ثم نفكر في كيفية استخدامها واستغلالها. يجب أن نفكر من الآن في كيفية استخدام واستغلال هذه المنشآت لخدمة الشباب والرياضة، الشباب وقبل الرياضة، هذا أولا. ثانيا يا سيدي، اللي يدلج الصدر حقيقة هو أن المملكة العربية السعودية لا تنتظر مشاركة أو تنظيم كأس عالم أو أولمبياد عالمي حتى يصدر قرار من سيدي خادم الحرمين الشريفين. هذا القرار كان بدون تنظيم كأس عالم، بدون تنظيم أولمبياد، لأن الدول اللي نشوف الدول المجاورة متى تصدر القرارات في مثل إذا كانت تريد أن تنظم. مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أصدر قراره بدون أن ينتظر أن تنظم المملكة بطولة، هو عند الشباب وحاجات الشباب أولى من تنظيم بطولة. فهذا دليل قاطع على أن سيدي خادم الحرمين الشريفين يفكر ويدعم الشباب وهموم الشباب ويحقق إن شاء الله تطلعاتهم وأمالهم في المستقبل القريب. وإن كان لي من رأي في هذا الأمر أخير نهائي، فأنا أقول يستحق سيدي خادم الحرمين الشريفين أن يطلق عليه بهذا القرار سيد شباب العالم وسيد رياضي العالم.
لأنه بناء على اللي قلته قبل شوي اللي هو بدون بطولة وبدون مناسبة تحتضن المملكة أصدر حفظه الله هذا القرار، فما بالك لو المملكة ستحتضن بطولات، ماذا سيفعل خادم الحرمين الشريفين لهذا البلد ولهذا الشباب؟ فشكرا شكرا شكرا لوالدنا وقائدنا الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وللسمو العهد الأمين وللحكومة الرشيد. الأستاذ فيصل عبد الهادي مدير المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بالمنطقة الشرقية، شكرا لك أخوي محمد على قدر أهل الكرم تأتي المكارم. والله شوف يعني في الآونة الأخيرة كثر الحديث حول المنشآت الرياضية السعودية، في مشاكل كثيرة سواء في الاستضافات في الدوري المحلي بعدد زيادة الفرق، فالشباب الرياضي السعودي يعاني من قلة المنشآت. هذه المعاناة تلمسها خدم الحرمين الشريفين وطوع للشباب في جميع مناطق المملكة استادات رياضية عالمية تنتشر في جميع مناطق المملكة. يعني مكرمة خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه ويطول في عمره ويخليه لنا ذخر، يعني ما هي غريبة على خادم الحرمين الشريفين، يعني مكرماته كثيرة. يعني أنا كنت أقول لك ببداية الحلقة إحنا ما زلنا نعيش أفراح الجوهرة وخادم الحرمين الشريفين بدال الفرحة الوحدة في منطقة واحدة خلاها 11 فرحة في جميع مناطق المملكة، وهذا يعني صراحة يعني شوف الملك الله يحفظه ويطول في عمره، إحنا يعني ما نبغى نزايد على ملكنا، هذا ملكنا وهذا قائدنا وهذا أبونا وهذا اللي نفداه بأرواحنا، ما نبغى نزايد عليه. لكن أنا من وجهة نظري أنه ما في قائد في العالم كله يحظى بمحبة شعبه ارتباط عاطفي زي الموجود بين الشعب السعودي والملك عبد الله الله يحفظه. الملك عبد الله أينما ذهب يحمل في قلبه المواطن السعودي والشباب السعودي الرياضي، يتلمس احتياجاته، يأمر يعني أوامر الملك كثيرة. يعني لو جيت في قطاع الأسكان في القطاعات الأخرى الملك يتلمس احتياجات المواطن، لكن احنا نتكلم الحين عن المنظومة الرياضية السعودية. فعلا المنظومة الرياضية السعودية كانت يعني ما يعني أكذب عليك لو قلت كنا يعني نتأمل أن يكون في ملعبين زيادة عن الجوهرة، لكن يعني كرم خادم الحرمين الشريفين غطى كل حتى أفكارنا حتى أحلامنا. يعني لو سألت واحد بعد افتتاح الجوهرة تقول وش تطمح فيه، يقول لك أطمح باستادين، واحد في الشرقية واحد في القصيم كذا مع السادة الملك فهد يصير عندنا كويس. يعني شوف كيف يعني حتى يعني الأحلام اللي كانوا لو طرحت بعد الجوهرة على الشباب الرياضي وش تحلمون فيه، كم استاد ما حيتجاوزون 3-4 استادات في مناطق المملكة. لكن شوف خادم الحرمين الشريفين يعني أبويته شملت كل المناطق، و فعلا يعني الشباب الرياضي السعودي حتى لو تلاحظ في الكليب اللي بدينا قال ما سادة الجوهر هذا تستاهلونه وتستاهلون أكثر وأكثر. يعني كان خادم الحرمين الشريفين من ذيك اللحظة يعني كأنه جاء في قرار عنده أني نبنغطي كل مناطق المملكة في السادات زي ذي عشان تنتشر الفرحة هذه كلها. يعني الصراحة يعني خادم الحرمين الشريفين مهما تكلمنا مهما قلنا خادم الحرمين الشريفين يظل صراحة هو الأب الحاني، لكن أنا أتمنى صراحة أنه هذه الاستادات ال11 انها تكون على غرار الجوهره في الاليه في اليه التنفيذ، لان صراحه رعايه الشباب ما تقدر، انا وجهه نظري ما تقدر تنفذ المشاريع هذه لسبب انه هي اصلا عندها مشاريع متعثره، فبالتالي انت بتزيد عليها الحمل باستادات جديده فبتصير مشكله. لكن انا اللي اتمناه فعلا انه يعني تكون نفس اليه الجوهره، يكون فيها مكان اخر اللي يبني الاستادات هذه بالاشراف تسند الى جهات اخرى. اي واتمنى ان يعني أنا كنت أول أقول عن استاد الجوهر أنه سيكون محفز لعائلة الشباب أنها تكمل مشاريع المتعثرة زين. الآن 11 استاد أتمنى أنها تكون محفزة لهم حتى تكون يعني نخلص من مشاريع الأندية مقرات الأندية مع الاستادات دي بوقت واحد بوقت واحد حتى تكون عندنا نهضة رياضية شاملة. أنا أجزم ها أنا أجزم أقول لك أن هذه أكبر عملية إنشاءات رياضية سادات رياضية في المملكة طوال تاريخها حدثت في وقت واحد بهالطريقة هذه. احنا نقول شكرا خادم الحرمين الشريفين، انت كريم وشعبك يستاهل، وان شاء الله ان الرياضيين باذن الله انهم يعني يتفاعلون مع هذه المكرمات ويحققون انجازات لمنتخبنا لرياضتنا السعودية ويواكبون هذا الاهتمام من القيادة العليا مملكتنا الحبيبة. الله يحفظنا الله يحفظنا خادم الحرمين الشريفين ويطول في عمره، ونقول له مشكور عن نيابة عن جميع الرياضيين السعوديين. إذن العنوان القادم مشاهدي الكرام في صحيفة الوطن.
11 جوهرة جديدة تضيء أرجاء الوطن. طبعا هذا الخبر الذي جاء في صحيفة الوطن: تواصل لدعمه واهتمامه بالشباب والرياضة، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بإنشاء 11 استادا رياضيا على أعلى المواصفات والمعايير العالمية على غرار ما تم إنجازه في مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة. نبقى في جدة مع الزميل جابر. زميل جابر، يعني الخبر أو العنوان الذي جاء في صحيفة الوطن 11 جوهرة جديدة تضيء أرجاء الوطن، إذا كنا نتحدث عن هذه المكرمة الملكية وسبقا تحدثت عنها أنت وزميل محمد بالإضافة إلى المداخلة التي كانت مع الزميل الأستاذ فيصل عبد الهادي، نريد أن نتحدث عن هذه المنشآت الرياضية وتأثيرها على الوطن في المجال الرياضي. بكل تأكيد أخوي خالد، يعني هذا إنجاز، وطبعا زي ما تفضل الأستاذ فيصل عبد الهادي أنه يعني هذا قرار بدون عمل تنظيم لأي دورة، وهذا أعتقد ربما يكون الأول من نوعه في أي دولة على مستوى العالم. 11 منشأة رياضية بقرار واحد، هذا شيء جميل وشيء رائع، ويعتبر دعم للشباب الرياضي. لكن في المقابل أتمنى أن يكون هناك تقدير لهذه المكرمة والعمل الجاد بضمير حي لهذه المنشآت، لا سيما أن هناك مشاريع رياضية متعثرة من سنوات للأمانة، والدليل الملاعب اللي أو الأندية التي أمر بها أيضا رعاية الشباب في تنفيذها إلى الآن لم يتم التنفيذ أو الانتهاء منها، علاوة على ملعب عبد الله الفيصل بجدة الذي هناك علامة استفهام في تنفيذ هذا الملعب. 11 منشأة رياضية، نحتاج أكثر من أرامكو، ونحتاج أكثر من ضمير حي إلى إنجاز هذه المكرمة التي ربما تكون الأول أو بكل تأكيد تكون الأول من نوعها للشباب الرياضي، وهي داعم لمنشآتها، سواء يعني ما راح تكون تقتصر على كرة القدم ولكن تقتصر على جميع الألعاب. احنا اخوي خالد يعني المشاهد الكريم مطلع يعني على المشاريع الرياضية او مشاريع، يعني عندنا مشكلة هناك في تنفيذ المشاريع، يجب على المسؤولين في رعاية الشباب الأخذ بعين الاعتبار في هذه الأمر، وإرساءها إلى من هو أهلا لها أو من هو سينفذها بضمير حي، وليس بمجاملات ربما يعني تضر، يعني في الأخير المتضرر هو الشاب السعودي أو الشباب السعودي اللي بتعول عليه هذه المنشآت والاستفادة منها. طيب إذن أخوي جابر، كل منطقة يعني تحمل مدينة، كل منطقة بتحمل. تفضل، خلينا ننتقل للزميل محمد. طبعا أنا عندي عناوين كثيرة والوقت عندي ضيق، وهي فرحة وطن، يعني كلنا فرحون ب هذه المنشآت التي تم خادم الحرمين الشريفين أمر بإنشائها في عدد من المناطق، ومن ضمن هذه المناطق منطقة القصيم والتي سوف نتحدث فيها مع الأستاذ عبد العزيز السناني مدير المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بمنطقة القصيم، وهو على الطرف الآخر. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء النور أخوي، وكل عام وطننا بخير، وكل عام وملكنا بخير إن شاء الله، وسمو ولي العهد وسمو ولي العهد. طبعا وأنتم القناة الرياضية برضه كل عام وأنتم بخير. علينا وعليك إن شاء الله. وطبعا من ضمن المناطق التي شملها أمر خادم الحرمين الشريفين منطقة القصيم، أنتم في المكتب الرئيسي لرعاية شباب منطقة القصيم، كيف ترون هذه المكرمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين؟
والله يا اخويا قبل يعني قبل ابين مشاعرنا وحبنا وحزيسنا وفرحتنا مع الشعب السعودي عموما، يعني انا ادعي وارفع كفوفي لله وادعو بطوله العمر وبالصحه والعافيه والسلام ان شاء الله قائدنا وحبيبنا ومحبوبنا خادم الحرمين الشريفين الله يطول بعمره وسمو ولي عهده وسمو ولي عهده. الشعور والمشاعر الحقيقة ما تنوصف يعني دقائق، لأنه حنا طال عمرك تعودنا من حبيب القلوب دائما خادم الحرمين الشريفين تلمس حاجات الشعب كله على مختلف التوجهات والاتجاهات التي تعود بالخير والنفع على أبناء هذا الوطن الغالي. وهذه المكرمة امتداد لأيادي السخاء والرعاية والعطاء من هذا الإنسان المحب والمحبوب حفظه الله. يعني كنا نركض قبل فترة قصيرة الله يحفظه افتتح جوهرة الملاعب ملعب الملك عبد الله جدة، واستبشرنا فرحنا وكانت هدية جدا عظيمة للشباب هذا الوطن. بالأمس هلت علينا تباشير 11 يعني 11 فرحة مضاعفة عن فرحة الأستاذ الملك عبد الله بجدة. 11 أستاذ شملت مناطق المملكة عموما. هذه قفزة نوعية رياضية قد لا تحدث في أي مكان بالعالم الحقيقة. صحيح. الأستاذ عبد العزيز السنالي مدير المكتب الرئيسي لرعاية شباب منطقة القصيم، شكرا لك على هذه المشاعر الوطنية الغير مستغربة، وما زلنا معكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة، وننتقل إلى فقرة الرأي ورأي هذه الحلقة في صحيفة الوطن. إن من مقومات نجاح العمل الرياضي الاهتمام بإنشاء الاستادات والمجمعات الرياضية في المدن الكبيرة إلى جانب نشرها في كافة المناطق السكنية وتغطية حاجات المواطنين لها وسد احتياجاتهم للملعب الرياضي لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وهذا ما سعى إليه الأمر الملكي بكافة تفاصيله. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية. زميل محمد، يعني تابعنا قبل قليل مجموعة من الآراء والمشاعر الوطنية وأكملناها بهذا الرأي لصحيفة الوطن الذي لا يختلف في مضمونه عن تلك الآراء والمشاعر والانطباعات الوطنية التي سمعناها قبل قليل. شوف، أنا قلت لك في البداية يعني الفرحة كبيرة والوقت ما يسمح لنا، يعني لو بنجلس بنتكلم عن الموضوع ذا بياخذ وقت كثير، ولو تطلع الحين يعني بعشوائيه لاي واحد في الشارع بتلاقي نفس الكلام اللي انا قلته الاستاذ سلاني وفيصل عبد الهادي، تلاقينا كلنا بنفس الاطار بنفس القالب هذا نتكلم اننا نشكر خادم الحرمين الشريفين، وان هذا يعني مكرمه عظيمه. يعني يمكن انا قلت لك في البدايه انها لم تحدث في تاريخ الكره السعوديه، وربما ان في ملاعب العالم ايضا حتى في استضافه بطولات كاس عالم، يعني شوف الدول كم تصلح ملعب، 3-4-5 ملاعب للاستضافه. هذا يعني 11 استاد رياضي بالاضافه الى استادين رياضيين اللي هم صاروا 13 صاروا 13 طيب. بالاضافه الى المدن الرياضيه الاخرى زي مدينه الملك عبد الله، حتى ترى في القصيم في مدينه الملك عبد الله وكبير يمكن ثاني او ثالث اكبر مدينه رياضيه في المملكه، ولكن هل في عندك الشرائع عندك كله الدمام في الحويه، يعني مجموعه. يعني السؤال هنا اخوي، يعني اتمنى ما حد يجيني انا بس من حقين رابطه الدوري المحترفين والاتحاد السعودي يقول عندنا مشكله في المنشات. يعني الان احنا عندنا منشات ترى عظيمه، لكن مشكلتها إدارتها وتشغيلها. الآن عندنا 13 استاد دولي على مستوى العالم، لا يجيني أحد يقول عندنا مشكلة أيضا ثاني مرة بعد ما تخلص هذه يقول عندنا مشكلة أيضا في الاستادات والملاعب الرياضية. المشكلة في العقلية وفي الإدارة اللي تدير هذه المنشآت، يجب أن تتطور زين مع النقل اللي حصلت الآن. هناك تطور في المنشآت، يعني أنا برأينا لم تحدث في الكرة السعودية بهذا الضخامة بهذا الفخامة، يعني ضخامة وفخامة. استادات دولية على مستوى العالم، أتمنى أن الفكر اللي يدير الرياضة السعودية يتطور مع هذه النقلة، أتمنى. لأنه أول إحنا ترى عندنا منشآت لكن مشكلتها في إدارتها، في إدارتها كيف أنك ما يعني ما قاعدين يطورونها عشان تواكب
الملاعب العالمية. الآن يعني عندكم فرصة يا الرئاسة العامة رعاية الشباب مع هذه المكربة أن تعملوا بشكل آخر، اخرجوا من المربع اللي أنتم فيه، يطلعوا من المربع آخر، اعملوا جيدا، ابتعدوا عن المواضيع الصغيرة مثل يعني حدثت الموسم الماضي، يعني مشاكل كبيرة حدثت في الرياضة السعودية. أتمنى أنهم يدققوا في أمور كثيرة في الرياضة السعودية. يعني الرئاسة العامة رعاية الشباب صراحة تحتاج إلى يعني عمل مختلف. اللي قاعد يصير كل السنوات اللي راحت هذه صراحة عمل غير جيد ولا حد راضي عليه. يمكن سمعت الأخ جابر تو يتكلم عن بعض السادات، أتذكر يوم احنا تكلمنا عن مدينة الملك عبدالله اللي في مدينة الملك عبدالله اللي في القصيم، ها، ونذكر موضوع الشرخ، ما ندري ايش صار عليه موضوع الشرخ. يعني المواضيع التافه هذه اللي بالطريقة هذه تدار الرياضة السعودية، أتمنى أنها تتغير. الآن يعملوا باحترافية، احترافية جيدة، يحسوا بالمسؤولية. خادم الحرمين الشريفين وضع الآن الكرة في مرماهم بأنكم اعملوا لشباب هذه الوطن بعدل ومساواة بعيدا عن التحيزات. أتمنى أنك تعطينا الفرصة برضه ناخذ الأستاذ سليمان الوسيدي مدير مكتب رعاية الشباب بمنطقة حائل. أستاذ سليمان مساء الخير. مساء النور أستاذ خالد، هلا والله. ما هي المشاعر والانطباعات بهذه الفرحة الوطنية التي نعيشها في المجال الرياضي بهذا الأمر الملكي بإنشاء 11 أستاذا رياضيا في معظم مناطق المملكة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالبداية مكان خادم الحرمين الشريفين لأبناء الشباب لا تزال بفضل الله تتواصل، وأمره الكريم بإنشاء 11 مدينة رياضية في المملكة على مستوى المناطق، تعزيز للبنى التحتية الرياضية التي تشهدها المملكة الحبيبة، إضافة إلى أنها بإذن الله تكون إضافة كبيرة جدا لرياضة الوطن ومنافس ومنفس مهم لشباب الوطن وشباب حائل. وأتمنى إن شاء الله أن يستفيد شباب المنطقة من هذه المكرمة، والتي ليست مستغربة من الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه ومده الله في الصحة والعافية. الأستاذ سليمان الوسيدي مدير مكتب رعاية الشباب منطقة حائل، شكرا لك على هذه المشاعر والانطباعات التي تحدثت بها حول أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء 11 استادا رياضيا في شتى مناطق المملكة. وننتقل مشاهدينا الكرام إلى العنوان القادم معنا في صحيفة الشرق. أحد عشر مليونا يستفيدون من الملاعب الجديدة. هذا الخبر الذي جاء في صحيفة الشرق، يترقب 11 مليونا و 953 ألفا و66 شخصا في مناطق المملكة وهي الشرقية والمدينة المنورة والقصيم وعسير وتبوك وحائل والحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة والجوف الآن ساعة البدء في المنشآت الرياضية الجديدة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله أمس بإنشاء 11 أستادا رياضيا على أعلى المواصفات والمعايير العالمية على غرار ما تم إنجازه في مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة. فيصل يقول لي روح لجدة. جابر، هناك من ينتظر هذه المكرمة الملكية وأن يراها على أرض الواقع، وفي صحيفة الشرق قدر العدد ب ما يقارب 12 مليونا سوف يستفيدون إن شاء الله تعالى من هذه الملاعب الجديدة. من وجهة نظرك ما هي نوع الفائدة المرجوة من هذه الملاعب الجديدة؟ بكل تأكيد أخوي خالد، يعني الفائدة كبيرة جدا للرياضة السعودية وللبنية التحتية للرياضة السعودية في السنوات القادمة، أن تكون عندك منشآت كبيرة وعلى مستوى عالي، تكون جاهز لاستضافة أي حدث رياضي عالمي. بكل تأكيد له فائدة ومرجوة في المستقبل، لكن إحنا لا يجب علينا أن نتكاتف جميعا
يعني من الآن أن نخرج هذه المكرمة كما هي خرجت لنا بقلب حني صافي من خادم الحرمين الشريفين. يجب على المسؤولين كما ذكرت وضعها في عين الاعتبار، الاهتمام فيها، لأنه هذه لن تتكرر، يعني 11 منشأة مرة واحدة، شيء جميل ورائع و يعني جيد للرياضة السعودية. كنا نحلم في السابق، أو كان المسؤولين يحلمون كما يتحدثون بالبوابات الإلكترونية وبالكشكات. الآن أتتك 11، يعني جتك 11 منشأة رياضية، فيجب عليك أنك أنت تخطط لها. 11 منشأة عمل كبير يعني وجبار، تحتاج إلى جهود كبيرة، تحتاج إلى شركات فعلا يعني هي تستحق أن تكون أمينة على هذه المنشآت، اللي يعني من المفترض أن تكون في المستقبل هي نتباهى بها كأجيال قادمة للرياضة السعودية. ذكرت لك يجب احنا نحتاج اكثر من ارامكو، يحتاج حتى شوف حتى ارامكو يعني انجزت وبوقت قياسي، وهذا شيء جميل ورائع، لكن اتمنى في المنشآت الرياضية القادمة ان يتركوا من يعني يتولى مسؤولية الانشاء بوقت كافي وليس بالضغط عليه سواء اعلاميا سواء الفكرة وصلت. اخو جابر أخوي جابر الفكرة وصلت، طبعا الوقت دهنا بإيجاز. الفائدة المرجوة للشباب والكوادر الشبابية التي سوف تخرج لنا من خلال هذه المنشآت، تعرف أن أغلب المباريات التي تقام للأندية المتواجدة في بعض المناطق تقام على ملاعب الأندية، هناك ملاعب يعني اعتذر عن ذكرها لسوء الأرضية فيها مثلا، يعني إقامة مثل هذه المنشآت وإقامة مثل هذه المباريات عليها، ألا تعتقد أنها سوف تخرج لنا جيلا رياضيا يستفاد منها في منتخباتنا الوطنية؟ أكيد، يعني تخيل يعني الدوري السعودي وهو أقوى دوري عربي تشاهد منشأة أو أكثر من منشأة في هذا الدوري، مثل الجوهرة المشعة، مثل ملعب الملك فهد في الرياض، أكثر من مدينة، وهي يعني احنا نتكلم عن طراز الجوهرة المشعة في جدة، طراز حديث وجديد، يعني تشاهده في الدوري السعودي، تشاهد ملاعب على مستوى، تشاهد خدمات على مستوى. بكل تأكيد يعني الشباب السعودي أو المنتمين للرياضة واللي يحرصون على حضور المباريات أكيد يكون فيه أريحية وراحة تامة في وجود. احنا أنا الأمانة حضرت للمباراة النهائية، شاهدنا هناك يعني من أفضل الشركات وعلى مستوى عالي وعالمي، يعني بالنسبة للمطاعم متواجد كل يعني كل الأمور والمتطلبات متواجدة يعني بوفرة. لما تكون في كل المناطق ويحضر جمهور، والأمر اللي صدر يعني أقل تقريبا 45,000 متفرج يسع الملعب، هذا أكيد يكون يعني عائد كبير وجيد للشباب الرياضي السعودي. طيب. الشيء الثاني اللي هو استخدام الصالات الأخرى للرياضات الأخرى، استخدام المراكز الإعلامية لإقامة المؤتمرات أو المؤتمرات سواء الصيفية أو الإعلامية الرسمية. طيب، إذا ننتقل إلى رأي آخر. بعطيك المجال بعد الرأي. طيب. ننتقل إلى رأي آخر من الآراء التي أخذناها في هذه الحلقة، وهو للكاتبة زميلة هيا الغامدي في صحيفة الاقتصادية.
مثل هذه التجهيزات الرياضية العالمية التي تقدمها المملكة ستمكنها من العودة بقوة لاستضافة الأحداث الكروية العالمية الكبرى والمهمة، خاصة مع ميزة الحراك الاقتصادي السريع الذي تشهده كبلد بكل المجالات، وتحظى بنصيب وافر من الرعاية الملكية والاهتمام من منطلق الإدراك والوعي بحجم الدور الذي يلعبه الشباب، وبناء التنمية الوطنية رياضيا واجتماعيا سيكون له عظيم الأثر بتشجيعهم على زيادة الإنتاجية والحضور المشرف. طبعا نكتفي بهذا القدر من هذه المقالة للزميلة هيا الغامدي من صحيفة الاقتصادية. محمد، والله شوف انا كان مداخلتي نفس الاطار اللي تتكلم فيه، اللي هو يعني وش اللي بنستفيد الشباب الرياضي من المنشآت الرياضية. احنا نعرف انه في مناطق في المملكة ما فيها يعني ما فيها منشآت رياضية، نشوف الأندية تلعب يعني إذا بنتكلم تفصيلة صغيرة، كل نادي عنده فريق أول أولمبي وشباب وناشئين وفراعنة. اللي يحصل إن الأندية هذه في عهدها السنية تستأجر ملاعب في استراحات وحاجات كذا، ولا ما عندها مقرات أندية أو إنها تسوي ملاعب خارج إطار النادي. والاستادات الرياضية اللي موجودة في المناطق اللي موجودة الآن، الاستادات الرياضية اللي موجودة في المناطق في جدول الأندية الموجودة في المدينة بالتمارين، هذه لهم من ساعة كذا للساعة كذا ومن ساعة كذا للساعة كذا، يعني العملية فيها تضييق كثير على الآن، فيها تضييق كثير على الأندية من حيث تطوير المستويات، تطوير اللاعبين، استقطاب الشباب الرياضي لدمجهم في كرة القدم وتطوير كرة القدم. عندنا مشكلة في المنشآت. الآن المنشآت هذه إن شاء الله يعني بتحل مشكلة كبيرة، ولكن ليست كل الحل. هذه استادات رياضية لمباريات رسمية، أنا أتمنى رعاية الشباب أنها تتفاعل هي مقرات الأندية المتعثرة من سنوات، يعني فيها صادر فيها أوامر وصادر فيها يعني منتهي الموضوع، المفروض تنفذ للتنفيذ. الآن لها أكثر من يعني في بعض المنشآت لها أكثر من 8-9 سنين متعثرة ومرصود لها مبلغ. يعني تخيل مدينة رياضية بالحجم هذا بالمليارات، الجوهرة المشعلة بنيت وخلصت، ما عندك مشكلة. هنا فيه مبالغ، يعني مقر الأندية منشآتهم على 85 و70 و80 و90 مليون ريال بناء المنشأة هذه، وإلى الآن متعثرة من 8-9 سنين، وأندية تلعب في دوري جميل مثل الرائد مثل التعاون مثل نجران، أندية كبيرة يعني مثل منشآت. أنا أقول يعني إيش اللي بنستفيده من هل الاستادات الرياضية اللي أمر فيها خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه يطول في عمره، أنها تبي تسد ثغرة كبيرة للأندية اللي كانت يعني تتعذب في تمارين فريقها واستقل اللاعبين وتطويرهم وتقديمهم للمنتخبات السعودية، عندها مشكلة الآن بتسد ثغرة كبيرة. لكن أيضا ما يكفي، لازم رعاية الشباب تتحرك، لازم رعاية الشباب تواكب يعني تلمس خادم الحرمين الشريفين لاحتياجات الشباب، لازم تطور عملها، لازم تطور العمل اللي قاعدين يعملون فيها الآن، عندهم منشآت متعثرة لازم تخلص. أنا أركز على هذه النقطة، وممكن لاحظت من بداية البرنامج إلى الآن وأنا أركز على موضوع الحاجات المتعثرة في رعاية الشباب، لأني أنا أتمنى أن تواكب يعني تطلعات خادم الحرمين الشريفين وتلمسه، أتمنى أنهم طيب. يعني ليش متعثرين إلى هذا؟ في فلوس طيب. في موجودة الفكرة وصلت أخي محمد، والسؤال موجه إلى المسؤولين في الرئاسة العامة لرعاية الشباب حول الاستفسار والتساؤل الذي قدمه الزميل محمد الذايدي. نبقى في هذه الحلقة، ولكن هذه المرة ننتقل إلى منطقة عسير، حيث معنا على الطرف الآخر الأستاذ معتق جرمان وهو مساعد مدير مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب منطقة عسير. أستاذ معتق مساء الخير. مساء الخير أستاذ خالد، أرحب بك وبضيوف الكرام. أستاذ معتق، ما هي المشاعر والانطباعات حول هذه المكرمة الملكية وأنتم أحد المستفيدين من هذه المكرمة في منطقة عسير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما في شك أستاذ خالد والأخوة الكرام المشاهدين والمستمعين، مكرمة ملكية من ملك كريم على أبناء الشباب وشعب يستاهل، وبالتأكيد الملاعب الجديدة تؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة بشباب هذا الوطن الغالي، وأنا أقول أن هذا الدعم الكبير سوف سيكون بمنزلة الدافع القوي لتحقيق الإنجازات للكرة السعودية وزيادة أعداد الأندية. ولا ننسى في هذا المقام الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والرياضية التي سوف تعود بالنفع على اقتصادنا في المقام الأول. ورسالة شكر وعرفان لهذا القائد العظيم
نيابة عن أبناء منطقة عسير على هذه المقربة الكريمة. ولا ننسى في هذا المقام أن نبارك لصاحب السمو الملكي الرئيس العام وإلى صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير على هذا العطاء من ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره. مقربات هذا الملك لا تنقطع، فبالأمس القريب دعم وزارة التربية والتعليم دعما سخيا، وهذا الاهتمام يدل على اهتمام قيادتنا الرشيدة بالإنسان والمكان ليكون لبنة صالحة لهذا الوطن الغالي. الأستاذ معتق جرمان مساعد مدير مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب منطقة عسير، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذه الآراء والمشاعر والانطباعات حول هذه المكرمة الملكية. ونبقى معكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة، وننتقل إلى هذا الخبر الذي جاء في صحيفة جول أونلاين. النصر يحتج على لجنة المسابقات بشأن أيام مبارياته لدوري جميل. تلقت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت خطابا من نادي النصر يعترض فيه على مواعيد، طبعا أمس السبت، يعترض فيه على مواعيد مبارياته التي أغلبها يوم السبت الذي يصادف ليلة عمل حكومي ومدارس، مما يقلل الحضور الجماهيري، مستفسرا عن السبب في ذلك وعدم منحهم بعض المباريات يومي الخميس والجمعة. أستاذ محمد، يعني طبعا هذا الخبر أثير حوالي أسبوع تقريبا، وكان هناك احتجاج من النصراويين بنوع من التظلم في القرعة في الدور الأول، وكان هناك مطالبات بتعويض النصر في الدور الثاني من دوري جميل. والله شوف، في يعني من حيث المبدأ أي نادي لها الحق يعني يتظلم من أي شيء يقع على ناديه، لكن السؤال هي قرعة ولا بيب قرعة؟ يعني الحين النصر يعني محتج على القرعة ولا محتج على السابقة؟ سؤالك هذا استفهامي ولا استنكاري؟ لا، استفهامي واستنكاري بنفس الوقت. يعني استفهامي في حدود واستنكاري في حدود، عطنا الاستنكاري. لا شوف، أنا أقول لك يعني إذا كانت قرعة زين، القرعة انتهى الموضوع، يعني ما عاد فيها، يعني أنت قاعد، بس القرعة حددت الأيام، ما حددت حددت المواجهات، ما حددت الأيام. شوف، في آلية انعملت بلجنة المسابقات، أنا أرى صراحة أنه من وجهة نظري أنه تصعيد القضية بالطريقة دي، أنا يعني أشوف أنه يعني ممكن يعني النصر يشعر في تظلم انه بيلعب في اليوم ذا ومركز عليه في اليوم ذا، لكن مي بالدرجه هذه. طبعا ان النصر مع حق، والله انا ما اشوف مع حق صراحه النصر، لانه يعني عادي هذه قرعه وحصلت وهذا حظك. يعني الهلال الحين مثلا بيلعب قرعه كاس ولي العهد زين، اول مباراه لهم مع الاتحاد، هل احتج الهلال على مباراه الاتحاد ان ظلمتنا؟ قرعه هذه خلاص، هذا حظك، جاب بالطريقه هذه وانتهى الموضوع. يعني انا شايف انه تصعيد الموضوع بالشكل هذا انه في تظلم وفي مشكله، ويعني رده الفعل اكبر من الحدث. يعني الحدث عادي وبسيط، وبعدين ما راحت الا لعبت يوم الجمعه، اول كانوا يلعبون الجمعه وخميس، الحين يلعبون جمعه وسبت، يعني ماني عارف ايش المشكله، يعني كله يوم اجازه يعني، وهذا طيب يحدث ويحدث احيانا بايام. طيب خلينا ناخذ راي، خلينا ناخذ راي جابر. والله طبعا كان هناك جدل على الجدول او جدوله اللي سميت بجدوله الجمعه والسبت كما كان متداول في السابق. للامانه احنا في العام الماضي كان هناك جدل على لجنه الانضباط والعمل المتدني اللي للاسف كان نصيب لها كثير من الاحداث. الآن طلعت لنا من أول وهنة أو قبل بداية الدوري لجنة المسابقات للأمانة، يعني زي ما تفضلت أنه القرعة هي لمقابلة الفرق أو وقوع الفرق الأخرى مع بعض، لكن الأيام ما لها دخل في. طيب أنت تؤيد النصر في احتجاجه أخي جابر؟ تتحكم فيها لجنة المسابقات. تؤيد النصر في احتجاجه؟ بكل تأكيد، اللي ظلم النصر ظلم، الأهلي ظلم، في أندية كثيرة ظلمت. يعني هناك علامة استفهام، الهلال يلعب 8 جولات متتالية على يوم الجمعة، يعني أين العدل في هذا الموضوع؟ طيب والله شوف، ما عاد عندي وقت. شوف أنا 8 جولات لفريق. طيب جابر أنا ما عاد عندي وقت. بس كوني أني أنا أضع بإجازة محمد،
أنا أقول شوف أنا أقول شوف يعني صراحة الحدث بسيط وصغير وتهويله بالطريقة ذي هذا المقصد منه ذر رماد على العيون. وأنا أقول لك ليش زين الموسم الماضي لما انتهى في لجنتين المفروض إنه يكون فيها حولها كلام كبير وجدل كبير ويكون فيها حل من اللجان هذه. اللي حصل وشو إن المسؤولين على الاتحاد السعودي ورابطة الدول المحترفين ذهبوا للبرازيل لتفرج على المباريات ونسوا قضية الموسم اللي راح نسوه نهائي. طيب خلينا نقفل ولكن في صار خلينا نقفل الموضوع هذا ما عندي لجنة المسابقات والله ما عندي وقت. طيب لجنة المسابقات يا خالد شوف سم. لجنة المسابقات ولجنة الاحتراف أتمنى كل اللجان الأخرى تقتدي فيها لأنها طبقت نظام وطبقت يعني وضعت أيام ووضعت قرعة ورمتها ما جابت النصر وحطته بالاسم ذا ولا جابت الهلال وحطته بالاسم ذا هذه قرعة وطلعت بحظها. طيب حلو, حلو 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 إذا العنوان القادم معنا مشاهدي الكرام في صحيفة المدينة. تدريبات وفحوصات طبية وعمل ساخن في العميد جماهير الاتحاد تستقبل الأسطورة بزفة بطولة. أخوي جابر الخبر الذي جاء في صحيفة المدينة يتحدث بإيجاز عن بداية التمارين الاتحادية عن عودة محمد نور عن الاستقبال الجماهيري لمحمد نور. كيف ترى هذا الاستقبال وكيف ترى عودة التدريبات الاتحادية؟ وليت يكون بإيجاز حتى أترك فرصة لأخوي محمد في التعليق على هذا الموضوع. عودة محمد نور نجم أسطوري لنادي الاتحاد كما يحبون يلقبونه, لكن العودة ما هي مستغربة. اللاعب كان هناك إشكالية بينه وبين الإدارة وتم الاستغناء عنه وذهب إلى النصر وقدم مستوى جدا رائع. لاعب كبير محمد نور غني عن التعريف. محمد ارتبط اسمه كثيرا بنادي الاتحاد فكان من الطبيعي أن يعود لنادي الاتحاد وينهي مسيرته الرياضية في نادي الاتحاد. التدريبات طبعا الآن جميع الأندية بدأت تدريباتها. يعني نادي الاتحاد يحاول أنه طبعا يعمل استقرار إداري وفني في الفريق, وهذا جي وشيء جيد وشيء رائع أنهم استمروا أو تم الاستمرار مع المدرب القدير خالد القروني. للأمانة يعني من المدربين الأكفاء ومن المفترض أنه يعني قرار سليم وقرار صائب للاستمرار مع الفريق الاتحادي. إذن العنوان القادم في صحيفة الشرق أو في صحيفة الجزيرة عفوا في صحيفة الجزيرة. اللاعب سعيد بالاستقبال الكبير ويشكر الهلاليين على الثقة. بنتيلي يصل الرياض وسط حفاوة جماهيرية. طبعا هذا الخبر في صحيفة الجزيرة. محمد اللاعب المحترف الروماني يصل إلى الهلال. والله شوف أول شيء محمد نور خرج من الباب الصغير وعاد من الباب الكبير. أخرجوا عدنا نجوم من الباب الصغير نجم جماهيري وأسطوري وكبير وعاد إبراهيم البلوي من الباب الكبير. أتمنى أن يختم حياته الموسم هذا. أنا أتوقع أنه آخر موسم ذا يختم حياته في ما يليق في ناديه. أما بس خروج بفائدة صراحة والله حقق بطولة مع النصر. إيه لا هو شوف يعني شوف نور يظل قيمة في أي مكان تضعه قيمة. يعني نور الآن عاد إلى مكانه الطبيعي يفترض أنه ما كان يطلع منه. طبعا اللاعب الروماني بنت لي يعني موضوع الهلال وبإيجاز علشان عندي طائفة من الأخبار السريعة. اللاعب يعني سيرته كبيرة اسم كبير اللاعب والهلاليين يتأملون فيها الشيء الكبير. اللي أتمناه أنا صراحة يعني وأحذر فيه وأقولها من هذا المنبر للهلاليين أحذر منه أنه لا تتكرر تجربة رادوي وكوزمن مع ريجي وبنتلي. يعني احنا بدينا شفنا قبل ما يبدون حصلت مشاكل لهم واستفسارات من رعاية الشباب يعني بشيء موضوع ما له يعني صراحة علاقة في كرة القدم نهائي. أتمنى أن الهلاليين ينتبهوا لهذا الموضوع لأن اللاعب والمدرب صراحة يعني قيمة كبيرة تضاف للدوري السعودي. الهلال استقطبهم أتمنى لهم النجاح. هذا التحذير الهلالي يعني من المعني فيه؟ يعني في إدارة النادي إدارة نادي الهلال عبد الرحمن بن مساعد
يجب أن تتنبه إلى الحرب اللي تبدأ، هي أول ما تبدأ تبدأ صغيرة بأمور صغيرة بمواضيع صغيرة، وشم ديانة الناس أرسلوا. أنا الحين أتمنى بعد ما يرسلوا البنت اللي يسألون مش ديانة واحد، يعني لأن هذا موضوع صراحة الهلالين لا يجب أن لا يستصغرونه، يعني المواضيع الصغيرة يجب أن لا تستصغر، ويجب أن يكونون يعني من البداية يواكبوا أي موضوع يتعرض له اللاعبين دول. واضح أن فيها يعني ناس لا يرغبون في طيب سنة. بعطيك نص دقيقة، يعني هم قالوا لك دقيقتين، بعطيك نص دقيقة منها، يعني ما الذي افترض يعني تفعل إدارة الهلال للخروج من هذا المأزق؟ هو مو مأزق، أنا أقول أنه الآن يجب أن تتنبأ الهلال. بالعكس شوف ترى فيه يعني ناس كثير قالوا أن الاستفسار اللي جاء من مكتب الوسطى عن ديانة المدرب الهلالي، أنا يعني في ناس نظرتها بالنظرة السلبية، أنا نظرتها بالنظرة إيجابية للهلاليين، اللي هو اللي يقول لك لا العيد بها من عصائرها. واضح أن الموضوع سيكون فيه استهداف لا للاعب ولا للمدرب. أتمنى الهلاليين إدارة الهلال تكون يعني ما تنام في العسل، يعني بالقول الشعبي، يعني بالمقولة الشعبية ما تنام في العسل، يجب أن تكون حاضرة وتتصدى لكل محاولات زعزعة الفريق من حيث اللاعب والمدرب، لأنه صراحة يعني اللاعب والمدرب قيمة وإضافة كبيرة للدوري السعودي وللهلال. أنا لست ضد لست ضد أو مع، لكن واضح أن القرار رسمي، اللي هو شو قرار الاستفسار قرار رسمي. إيه بس يعني هل تتوقع أنه في قرار رسمي استهدافي؟ لا لا لا، شوف خليني أقول لك شيء، رئاسة العام رعاية الشباب مكتب الوسطى، أنا ودي نطلع من هالموضوع بعد ما نوضح كل شيء، أختصرها لك. مكتب الوسطى رعاية الشباب قالت إن في طلبة علم وفي مشايخ سألوا، الهلاليين ردوا وقالوا علمونا مين الجهة هذه اللي سألت عشان احنا ما نقول اعتقد جمعية فقهية. وإذا كان الموضوع هذا بالطريقة هذه، لأن أنا قريت في بيان رئاسة رعاية الشباب يقولوا فيها أن هذا إجراء متبع، إذا كان إجراء متبع يعني نبغى نعرف هل تخاطب جميع الأندية اللي عندها لاعبين أوروبيين؟ هل كل ما جاهم استفسارات زي ما جاء الهلال؟ طيب أنا الآن المفروض إنهم الجهة اللي استفسرت هذه طلعها رسمياً، لأن أصلاً ها هم مخطئين، وهذا مخالف للوائح الفيفا ومخالف لأنظمة البلد. أنا استخرجت تأشيرة من وزارة الخارجية، استخرجت لي تأشيرة، إذا تبغى تخاطب أنا كنت أتمنى الهلالين ما يردون عليهم، يقولوا بيردون عليهم بس بإجابة واحدة، أذهب لوزارة الخارجية بدون ما يردوا يقولوا لهم شيء. طيب هذا فعلاً استهداف. خلني أنا أذهب إلى الأخبار السريعة قبل الختام. مشاهدي الكرام نبقى مع هذه الأخبار السريعة. في صحيفة الحياة، أمراء المناطق الملاعب إضافة تنموية وعمرانية ورياضيون، القرار تاريخي وسيطور الرياضة السعودية. وفي صحيفة الشرق، رابطة دوري المحترفين، الملاعب الجديدة ستزيد عدد أندية الممتاز. وفي صحيفة الجزيرة، بدء توافد الجهاز الفني للرياض، تمارين الهلال تنطلق غدا تحضيرا للموسم الجديد. وفي صحيفة الوطن، البولندي أدريان يدخل تدريبات النصر. وفي صحيفة سبورت، النادي الهولندي اشترط ضمانات بنكية، خلاف مالي يعرقل انتقال نجم غرونتين الهولندي للأهلي. وفي صحيفة الجماهير، الاتحاد يقترب من التعاقد مع لاعب وسط روما الإيطالي. وفي صحيفة الرياض، النصر يفاوض التعاون لشراء عقد الثنيان. وفي صحيفة الرياضية، قهر الإيرانيين واصل احتكارهم لللقب لمرة الثالثة على التوالي، أخضر الكاراتيه يتربع على عرش غرب آسيا. في ختام هذه الحلقة شكرا لضيفي الكريمين، الزميل محمد الذايدي من الرياض والزميل جابر العميري من جدة، والشكر لكم مشاهدي الكرام لطيب المتابعة، ولا ننسى أن نشكر طاقم البرنامج بقيادة الزميل فيصل العصيمي والمخرج سلطان العرفج. دمتم بخير، إلى اللقاء.
أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في النشرة الموجزة من القنوات السعودية الرياضية. امتدادا لحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في دعم الرياضة والشباب والذين يحظون بمكانة في نفسه الكريمة، فقد أمر يرعاه الله بإنشاء 11 أستادا رياضيا على أعلى المواصفات والمعايير العالمية، على غرار ما تم إنجازه ولله الحمد في مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة. وقد قرر اتساع كل ملعب ل 45 ألف متفرج، وذلك في كل من المدينة المنورة والقصيم والمنطقة الشرقية وعسير وتبوك وحائل والحدود الشمالية وجازان ونجران والباحة وأخيرا في الجوف. رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم باسمه وباسم أهالي منطقة القصيم أسماء آيات التهاني والشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة صدور أمره الكريم بإنشاء 11 أستادا رياضيا على أعلى المواصفات والمعايير العالمية، على غرار ما تم إنجازه في مدينة الملك عبد الله الرياضية بمحافظة جدة، ليتسع كل منها ل 45 ألف متفرج في عدد من مناطق المملكة ومنها منطقة القصيم. وقال الأمير فيصل بن بندر إن الأمر الملكي الكريم يأتي امتدادا لما يليه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لقطاعي الشباب والرياضة من اهتمام ورعاية كريمة تجسدت في حرصه رعاه الله على الرفع من مستوى المنشآت الرياضية لتشمل جميع مناطق المملكة ولتعكس عصر التنمية الذي نعيشه في شتى المجالات بفضل من الله ثم بفضل هذه القيادة الحكيمة. رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بمناسبة أمره الكريم بإنشاء 11 أستادا رياضيا في عدد من مناطق المملكة ومنها منطقة الجوف، على غرار ما تم إنجازه في مدينة الملك عبد الله الرياضي في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. وقال سموه إن هذا الأمر الكريم أسعد الأهالي والرياضيين الذين أكدوا أن ذلك يأتي تأكيدا لحرص خادم الحرمين الشريفين أيده الله بالشباب وتوفير كل ما يحتاجونه ويتطلعون إليه من خدمات ومرافق ومدن رياضية متكاملة. رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة المدينة المنورة أسمى عبارات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة صدور أمره الكريم حفظه الله بإنشاء 11 أستادا رياضيا على أعلى المواصفات والمعايير العالمية في عدد من المناطق المملكة ومن ضمنها منطقة المدينة المنورة. وقال سموه إن هذا الأمر الكريم باعتماد وإنشاء استاد رياضي في منطقة المدينة المنورة يعد دليلا وتأكيدا